للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. السيد وليد، بعد تحية، ما زالت البيانات الرسمية بشأن التضخم وتدهور الاقتصادات كما نتابع تتوالى حول العالم، آخرها كان التضخم السنوي في الولايات المتحدة والذي سجل معدل ربما هو الأعلى منذ 40 عاما. برأيك كيف ترى الوضع في ظل معاناة واحدة من أكبر اقتصادات دول العالم؟ الواقع أن العالم تضربه موجة عاتية من التضخم، كما ذكر التقرير المملكة المتحدة 9% على أساس سنوي، الولايات المتحدة الأمريكية 8.3%، أيضا في الاقتصادات الناشئة تركيا بتسجل نحو 70% تضخم، الأرجنتين 68%. أرقام طبعا أرقام كبيرة جدا، ولكن هي القضية يعني أنا ملاحظ أن الجميع يبحث عن حل التضخم لدى الفيدرالي الأمريكي ولدى البنوك المركزية. الواقع ومع أهمية السياسات النقدية، إلا أن أسباب التضخم الحالية تتجاوز البنوك المركزية، فنحن أمام تضخم له سبب نقدي متعلق بضخ تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية كحزم مساندة في فترة كورونا، رفعت من حجم النقود اللي موجودة في السوق. هناك حزم مساندة في كل دول العالم أيضا، وهناك أسباب متعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج ارتباطا بارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن عدم كفاية الجهاز الإنتاجي لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في العالم مع التعافي من كورونا، ثم أتت الحرب الأوكرانية لتزيد الطين بلة. إذا نحن أمام مشكلة لم تحدث منذ 40 عاما، ولكن ماذا حدث منذ 40 عاما؟ منذ 40 عاما كانت بداية ولاية الرئيس الأمريكي ريغان وبداية ولاية رئيس الوزراء البريطانية ساتشر، وتعرضوا لموجة كبيرة من التضخم والركود والمشكلات الاقتصادية، وهي المشكلة التي تسببت في تحول اقتصادي وتحول الاقتصاد العالمي إلى ما أطلق عليه بعد ذلك الليبرالية الجديدة. فالسؤال الآن، هل نحن لكي نتصدى لهذا التضخم مطلوب أن يكون هناك مزيدا من العولمة، مزيدا من الحرية الاقتصادية، أم أن الأمر يحتاج إلى إعادة تنظيم للاقتصاد العالمي والبحث عن حلول في هذا الإطار؟ سيد وليد، اسمح لي، أنه بريطانيا أيضا بتعيش أزمة تكاليف معيشة، ومن المتوقع أنه الذروة ستبلغ أو ستصل يعني تقريبا قرب نهاية هذا العام. دلالة ذلك وتوقعاتك بشأن دول أوروبا في هذا الشأن تحديدا؟ يعني أتصور أن دول أوروبا بتدفع ثمنا كبيرا نتيجة الحرب الأوكرانية، ومع ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا بينعكس، باعتبارها دول صناعية، بينعكس على الدول التي تصدر إليها. ولكن تظل الحرب الأوكرانية هي الرقم الصعب. هل من الممكن أن يحدث وقف إطلاق نار قريب في أوكرانيا؟ فكرة أن تكون الذروة بنهاية العام، لا أتصور أن أحدا يمكنه تحديد لحظة الذروة، فاستمرار هذه الحرب هي استنزاف للجميع، استنزاف لكل اقتصادات العالم، وإن كانت هيتفاوت التأثير السلبي من دولة إلى أخرى، إلا أن الجميع متضرر. نعم. طيب أستاذ وليد، يعني قبل أن نختتم هذا الاتصال، بيانات انكماش الناتج المحلي باليابان وما يثير من مخاوف بشأن فتور النمو وارتفاع التضخم سريعا. سيد وليد، اليابان دولة مندمجة على العالم، مثلها مثل كل دول العالم بتتضرر. اليابان لا يوجد لديها طاقة، اليابان تتأثر بالطبع مع بارتفاع أسعار الطاقة، فضلا عن أن ارتفاع صادراتها إلى العالم مع ارتفاع أسعاره بيكون أقل تنافسية، بالتالي فهي متأثرة تأثر كبير، مثلها مثل كل دول العالم. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، شكرا جزيلا لك.